خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق موجود هناك يطمنا. النهارده كانت التمرينه الصبح زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، تمرينه صباحيه نعرف كده التمرينه الاخيره على ملعب اسوان، ونطمن على يعني فرقه النادي الاهلي وعلى اخبار التمرينه الاخيره، ومستر كولر بيفكر ازاي لمباراه الاهلي واسوان بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكمان لضيفك الكريم كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. ويعني طبعا انا عارف انه الاهلي في اسوان شعبيه وقاعده جماهيريه وحسن استقبال، واهل اسوان طول عمرهم اهل كرم. كلمني عن الاجواء عندك في اسوان الاول، الناس والجو قبل ما نخش في جو يعني المباراه نفسها. يعني بالطبع زي ما انت ذكرت يا احمد قبل ما نتكلم كمان في الكوره، فعلا الاجواء في اسوان اكثر من رائعه، تحس ان في يعني حاله فرح او يعني مهرجان بوجود النادي الاهلي هنا في اسوان، فرحه عارمه، الناس بتقابلنا في كل حته بيشجعوا الفريق، حتى كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الوزير العام فاروق، نائب رئيس مجلس الاداره دكتور محمد شوقي، كنا في جوله برضه هنتكلم عليها خلال مداخلتنا. لا استقبال اكثر من رائع، كمان محافظ اسوان بنفسه يعني زي ما بنقول يعني بنفسه استقبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب النهارده يعني عصرا، وكمان رحب واتكلم قد ايه ان يعني شرف كبير جدا وجود كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، واشاد كمان بفريق النادي الاهلي خاصه بعد مشاركته في المونديال العالمي وكاس العالم للانديه، واتكلم قد ايه ان شعب اسوان فرحان جدا بوجود النادي الاهلي وعامل حاله من البهجه داخل اسوان هنا. وكمان اللي بيزيدها يا احمد زي ما انت قلت الجو، الناس الطيبين، الشعب المضياف الكريم، كلها اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله تكتمل بكره فوز النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط مهمه جدا في مشوار البطوله والحفاظ على المقدمه باذن الله. ان شاء الله نتكلم على اليوم الاخير في استعدادات الاهلي لمباراه اسوان. عارف ان التمرينه كانت صباحيه النهارده وانت بالتاكيد حضرتها او حضرت جزء منها، طمنا كده على لعيبه النادي الاهلي، مين ممكن يكون داخل القايمه، مين من اللي كانوا مستبعدين او مش ظاهرين بسبب الاصابه او الاستبعاد حتى على المستوى الفني من مستر كولر ممكن يكون قريب من مباراه بكره. يعني يا احمد بالتاكيد مفيش وقت للراحه، الفريق على طول فور العوده من السودان، تدريب بالامس وتدريب الرئيسي النهارده طبعا على استاد اسوان كان في التمام ال11 صباحا، يمكن كان تدريب قوي جدا، تدريب بتاع امبارح كان برده تدريب استشفائي خفيف، ولكن النهارده التدريب كان قوي جدا، شارك فيه كل العناصر اللي كانت في البعثه مسافره الى السودان، طبعا العناصر الغائبه او اللي ما كانتش موجوده في بعثه السودان استمر غيابها ومش موجوده النهارده كمان، يعني عمرو السوليه خارج القائمه بالطبع، لكن جميع اللاعبين الموجودين شاركوا بشكل كبير جدا وبشكل اكثر من رائع في التدريبات، كل اللعيبه اللي موجوده هنا في اسوان جاهزه بنسبه 100% انها تشارك في المباراه، سواء اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم في مباراه الهلال او كمان اللاعبين اللي ما شاركوش او ما حالفهمش الحظ ان هم يكونوا موجودين في التدريبه الاساسيه، هم جاهزين بالطبع، اي 11 لاعب هيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني ان شاء الله بكره يكونوا قادرين على حمل تيشيرت النادي الاهلي وتقديم مباراه كبيره جدا تليق باسمه وجماهير النادي الاهلي باذن الله. عايز اقول لك الحاله المعنويه والفنيه والبدنيه اكثر من رائعه، يمكن تم غلق بشكل تام الملف الافريقي والتركيز فقط دلوقتي في الملف المحلي، ده يمكن الجانب الرياضي يا احمد في وجود النادي الاهلي هنا في اسوان، ولكن في جانب مهم جدا سواء وطني او مجتمعي بيقوم بيه الدور النادي بيقوم بيه النادي الاهلي هنا، يمكن كان في زيارتين على طول ورا بعض قام بيهم كابتن محمود الخطيب بيرافقه يعني الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الاداره وكمان الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كانت البدايه بزياره اللي هو اشرف عطيه محافظ اسوان هنا اللي يعني تم تبادل الدروع والهدايا التذكاريه ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب تقديرا لوجود النادي الاهلي وقيمته ومكانته وهنا في اسوان، وبالتالي كمان كابتن محمود الخطيب من منطلق الدور الوطني اللي دايما بيلعبه النادي الاهلي يعني اصدر تعليماته ان يتم انتاج فيلم دعائي عن اسوان للترويج السياحي لنقطه غاليه جدا او بلد وبقعه غاليه جدا على كل مصر وهي اسوان بشعبها المضياف. كمان بعد كده كابتن محمود الخطيب والوفد المرافق ليه توجهوا لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، ويمكن كابتن محمود الخطيب كان موجود اثناء افتتاحه، ولحد اللحظه دي كابتن محمود الخطيب مساند ومجلس الاداره النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل كامل مساند لكل المبادرات اللي بتفيد اي مواطن على ارض مصر، ده طبعا الدور المجتمعي الكبير، يمكن دكتور مجدي يعقوب وجه الشكر لكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على حضورهم ودعمهم، وان شاء الله قريبا يتم الاعلان على العديد جدا من اوجه التعاون ما بين النادي الاهلي وما بين مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب لعلاج القلب، وان شاء الله دايما يا رب النادي الاهلي في تقدم وكل المؤسسات الوطنيه المصريه في تقدم يا احمد. مش جديد ولا غريب على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من اسوان.